لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هناك حديث معروف أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مع أصحابه في صحراء قفراء لا يوجد فيها ماء ولا نبات، فأمر أصحابه بأن يجمع كل واحد منهم حطبا، فقالوا: يا رسول الله، إن الصحراء قفر لا يوجد فيها حطب ولا عشب. فقال: ابحثوا، وكل واحد منكم إذا وجد شيئا من الحطب يأتي به. فذهبوا وبحثوا، وكل واحد جاء بالشيء القليل وألقوه في مكان واحد. وحينما شاهدوا أن هناك تلا من الحطب، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وآله: إن الذنوب مثل هذه الحطب في هذه الصحراء، قد لا تجد شيئا منها ولكنها موجودة، إذا اجتمعت صارت الشيء الكثير. لنفرض أن كل واحد منا عاش 70 عاما، من هاي 70 عام نستثني فترة ما قبل البلوغ 55 سنة، كل سنة 355 يوما حسب التقويم الهجري، يعني كل 3 سنوات حوالي 1000 يوم أو أكثر. إذا في كل يوم صدر من الإنسان ذنب واحد خلال هاي 55 سنة، إيش قد يصير؟ يصير أكثر من 10,000. كيف وإذا أنه بعض الناس يصدر منهم في كل لحظة ذنب، إما نظرة خائنة أو كلام فيه سخط لله سبحانه وتعالى من كذب أو غيبة أو تهمة أو نميمة أو ما إلى ذلك. أحد العلماء جمع ذنوب اللسان في كتاب مطبوع باللغة الفارسية، معنى العنوان: تأثير اللسان في مصير الإنسان. أكثر من 130 معصية تصدر من اللسان، فالإنسان يتصور أن هذه الذنوب مو مهمة، إما لا يعتقد بأنها ذنب، أو لأنه يعتقد بأنها ستغفر له. لا شك أن هناك شفاعة، ولا شك أن هناك غفران للذنوب، ولا شك أن الحسنات يذهبن السيئات، لا شك في ذلك كله. ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم يضع الأشياء في مواضعها،
الحكمة وضع الشيء في موضعه. فإذا الإنسان كانت له قابلية لأن يغفر له، الله يغفر له. أما إذا ما إلى قابلية لهذه المغفرة فغفرانه خلاف الحكمة. صحيح الله كريم، لكن الكريم يضع بره في مواضعه، من الأدعية اللي واحد يدعوها للمؤمنين: وضع الله برك في مواضعه. يعني إذا أنت تعلم بأن هذا الفقير اللي يستجدي منك يريد يصرف المال اللي يأخذ منك صدقة يصرفه في المخدرات أو في شرب الخمر، فهل من العقل أن تعطيه؟ تقول أنا كريم وذاك فقير، والكريم يجب أن يعطي. صحيح أنت كريم، بس لازم تكون حكيم. إذا تدري أنه هذا دي يجمع هاي الفلوس ليصرفها في شرب الخمر. قبل كم سنة أنا كنت رايح إلى البحرين، فهناك الله ينجي المؤمنين فيها، فهناك في السيارة كنا شفنا فت فقير بالشارع يستجدي، حقيقة منظره كان يكسر الخاطر. فالشيخ اللي كان وياي وكيل سماحة السيد هناك قال: هذا الإنسان سكير في طول 24 ساعة يجمع الفلوس من الاستجداء، بعدين يروح صار بمقدار أجل لكم الله بطل عرق، يروح يشتري عرق يشربه خلاص يرجع مرة ثانية يستجدي. زين، إذا أنت تعلم بأنه هذا الشخص هكذا، ولو أكرم الكرماء كنت، هل من الحكمة أن تعطيله؟ لا، بل ذم، تذم على ذلك. الله سبحانه وتعالى حكيم، صحيح الله كريم، صحيح الله رحيم، صحيح الله غفور، لكن في نفس الوقت أو في الوقت نفسه الله سبحانه وتعالى حكيم. فلذلك التسويف والأماني وطول الأمل هذه أمور ذمها الله سبحانه وتعالى. الإنسان لازم يكون عنده أمل للشفاعة، لكن ينبغي أن يوجد في نفسه القابلية لأن يشفع له. إذا ما عنده قابلية لهذه الشفاعة، الشفاعة ما تناله، لأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وآله والأنبياء عليهم السلام أيضا لا يشفعون إلا لمن ارتضى بحكمة يعملون، لا خلاف الحكمة. يقول فت خطيب كان صاعد المنبر قبل 150 سنة يخاطب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، قريز المجلس هذا كان، يعني ربط الموضوع بالمصيبة، يخاطب الإمام الحسين في صحن الإمام الحسين، يقول يا إمام حسين، نعلم بأنك على كل حال كريم رحيم تتجاوز عن المسيء، لك الشفاعة، بس أرجوك لا تشفع يوم القيامة الشمر، لا تشفع له. هسه هذا خطيب كلام يريد يربط الموضوع بالمصيبة، لكن الإمام الحسين لا يشفع للشمر، لا لأن الإمام الحسين مو كريم، لا، لأن ذاك ما إلى قابلية. على كل حال، فالمقصود أنه الإنسان ليعلم أنه الأمور تتراكم بعضها على بعض، كما في الذنوب كذلك، كما في الرواية اللي نقلناها صارت كومة من الحطب، كذلك الأمور الإيجابية. العلم هذا ما يحصل دفعة، احنا ما عدنا فتشي اسمه علم لدني إلا بالنسبة للأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى أعطاهم العلم بدون كاسب وبدون طلب، هذا حالة استثنائية لأنهم حجج الله سبحانه وتعالى الأنبياء والأئمة. لكن بالنسبة إلى غيرهم جرت حكمة الله وسنة الله سبحانه وتعالى التي لا يغيرها ولا يبدلها ولن تجد لسنة الله تبديلا تحويلا، هي أنه إذا أنت تريد تصير عالم هذا العلم بالتراكم يحصل، يعني اليوم الأول تدرس واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع والسنة الأولى والسنة الثانية،
والعقد الأول والعقد الثاني، والعلم يقول لك كما في المثل يمكن أم حديث: أعطني كلك أعطيك بعضي. وبعد سنوات طويلة تشوف عالم كبير مجتهد، عالم بعض الأحيان يسأل عن مسألة يقول مو في بالي لازم أراجع. ليش؟ لأنه العلم ليس له نهاية. يقول فد واحد صعد المنبر، منبر كان بثلاث درجات، فسئل مسألة قال ما أدري. طبعا العالم المتقي لازم يكون هكذا، لا يقول عيب أنه أقول ما أدري، لازم يستحي من الله مو يستحي من عباد الله. من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، يعني يحجز مكانه. موضوع شايفين هذا يحجز في السيارة أو في الطائرة، يتبوأ مقعده يعني يحجز موقعه في النار. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إذا واحد يريد يرضي الناس مقابل سخط الله سبحانه وتعالى، هذا من صفات المنافقين، اللي هاي الآية اللي الآن قرأناها. أنت لازم تشوف شنو يرضي الله سبحانه وتعالى، شنو يرضي الرسول صلى الله عليه وآله. أما هذا الإنسان رضى لو ما رضى مقابل سخط الله سبحانه وتعالى، لازم ترجح رضا الله سبحانه وتعالى. على كل حال، فالعالم المتقي إذا سئل عن شيء لا يعلم فليقل لا يعلم، في حديث: إذا سئل أحدكم عما لا يعلم فلا يستحين أن يقول لا أعلم. فسئل عن مسألة قال لا أعلم، سئل عن مسألة ثانية قال ما أدري، سئل عن مسألة ثالثة قال ما أدري. فواحد من تحت المنبر قال له: أنت إذا ما عندك علم لعد شنو صعد على هذا المنبر؟ قال: أنا بمقدار علمي صاعد فوق ثلاث درجات، لو كان بمقدار جهلي أرد أصعد فوق لازم فد منبر تسوون اللي مليون درجة تكون به. على كل حال، الإنسان كيف يصبح عالما؟ بالتراكم. أما الإنسان هاليوم اليوم الأول زين، هسه اليوم إذا ما رحنا بالدرس شنو راح يصير؟ وفد ساعة إذا تأخرنا عن الدروس شنو المشكلة تصير؟ وفد كم دقيقة إذا تأخرنا عن الدرس شنو راح يصير؟ زين، وهكذا هاي الدقائق الثواني الأيام تجتمع. بعدين الإنسان عندما يرى أنها مئات وألوف الساعات اللي كان يمكن له أن يستفيد منها في طلب العلم وما استفاد. يمكن الإنسان يستحقر دقيقة دقيقتين، شنو قيمة الدقيقة أو الدقيقتين؟ لكن هذه الدقيقة أو الدقيقتين عندما تتكرر كل يوم كم مرة تصير الشيء الكثير. وإحنا نشاهد، أنتم هم تشاهدون باعتباركم من طلبة العلوم، أكو زملاء في الدراسة ما عندرسوا، تشوف واحد منهم وصل إلى مقام علمي أكبر والآخر لم يصل إلى ذلك المقام. هاي المسألة مو مرتبطة بالاستعداد، صحيح الاستعداد إلى الداخل، الذكاء إلى داخل، لكن اللي عنده داخل أكثر هو العمل الأكثر، هذا اللي هو اللي إلى التأثير الأكبر. وإلا إحنا فد واحد عندنا من علمائنا الكبار ما أريد أذكر اسمه، هو يقول عن نفسه أنه أنا بليد، هو يقول عنه. وبالفعل يعني اللي كانوا يعيشون، هو متوفى من زمان طويل، اللي يعيشون وياه يقولونها أنه هذا كان بليد، يعني بطيء الفهم. زين، لكن صار من كبار العلماء، وكتابه كان ل يمكن أكثر من 150 سنة يدرس في الحوزات العلمية، بسبب أنه صحيح هو بليد لكن صرف جهد. نعم، إذا كان ذكي يمكن كان جهده يكون نتيجته أكثر، لكن الأهم هو صرف الجهد. فتشوف واحد صار وصل إلى مرتبة والآخر لم يصل إلى تلك المرتبة، قد يكون الاستعداد له دور، ولكن السبب الأساسي أن ذاك استفاد من كل وقته أو جل وقته، هذا لم يستفد من كثير من وقته.
السيد العم الله يحفظه يقول أنه كنت في كربلاء في بداية شبابي، يقول فزار والدي أحد من أقربائنا، يقول فوالدي احترمه، وعندما خرج من الدار شافني أنا مثلا شاب عمري 14-15 سنة في بداية الدراسة الحوزوية، يقول قال لي أني ويا والدك كنا في سامراء زملاء في الدراسة سنوات طويلة، لكن والدك كان يصرف وقته في طلب العلم. يقول أني من يوم الأول من يوم السبت أعدد الأيام إيش وقت يصير يوم الخميس وعطلة حتى نروح على الشط شوية نتنزح، وكل وقت كنا نريد نروح إلى النزهة على الشط في سامراء نقول لوالدك أنه تعال نروح اليوم للنزهة. فيقول فدي يوم والده كان يقول أنه أني اليوم أرد أروح إلى السرداب المقدس أزور، يوم ثاني يريد يقول أنه أرد أغسل ملابسي أيام العزوبية كانت، ويوم يريد يقول عندي مطالعة، ويوم كذا ويوم كذا. يقول هاي الأمر تكرر كل أسبوع. يقول فدي يوم أني هم صرت عصبي عليه، قلت له أنت تقول أنه أني ما أريد أجي وياكم. على كل حال فيقول أنه كان يستفيد من وقته وأني ما كنت أستفيد من وقتي. هسه أقول هسه فدي يوم هم رحنا للنزهة شنو يصير؟ طبعا هذا مو معناه أن الإنسان لا يذهب للنزهة، لا، معناه أنه الإنسان يصرف وقته بشكل صحيح، ولا الإنسان قد يحتاج إلى الذهاب إلى النزهة، لكن مو يكون كل هم ذلك، بالعكس يكون هم طلب العلم. أحد العلماء كان يقول إذا تعارض الدراسة مع الشغل قول للشغل عندي درس، لا تقول للدرس عندي شغل. ليش ما حضرت الدرس؟ كان عندي شغل. هذا لا يكون عذرك. ليش ما اجيت للشغل؟ قول عندي درس كان. فعلى كل حال هذه الأيام اجتمعت النتيجة أنه الآن والدك صاير مرجع تقليد ويعطي شهرية، وأنا باقي طالب عادي وأضطر أنه أخذ شهرية منه. فأنت تكون مثل والدك لا تكون مثلي. هذا في جانب العلم. في جانب التقوى هم كذلك، الإنسان بين عشية وضحاها ما يصير متقي، لأن الصفات النفسية الله سبحانه وتعالى جعل البذرة في كل إنسان، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بذرة الخير موجودة في الإنسان، والله سبحانه وتعالى ألهمها فجورها وتقواها. مو معنى أنه جعل بذرة الشر في نفس الإنسان، لا، معنى أنه بيّن له الخير من الشر بفطرته، زرع في فطرة الإنسان تمييز بين الخير والشر. فبذرة الخير موجودة في الإنسان، البذرة من اليوم الأول ما تصير شجرة، وإنما يحتاج إلى زمان طويل، وكلما الشجرة كان ثمرها أعظم زمانها إلى أن توصل إلى مرحلة الثمر يكون أطول. أنت أزرع بطيخ 3 أشهر يطلع البطيخ، لكن بعد ما اقتطفت البطيخ الشجرة هم تموت، مو اسمها الشجرة، الزرع يموت. الحنطة 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر، لكن إذا عندك شجرة فواكه إلى أن توصل إلى مرحلة الثمر يحتاج لها سنوات، وكلما الثمر كان أفضل السنوات تكون أطول. إذا الإنسان يريد يكون متقي من اليوم الأول ما يصير، بس هاي بذرة موجودة. إذا هذه البذرة نماها الآن صارت أمام معصية تركها، صارت أمام مرأة جميلة غض النظر عنها، إجت أمام فرصة غير مشروعة تركها، حتى فيها شبهة بعض الأحيان يمكن مو حرام بس فيه شبهة، من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، أخوك دينك فاحتط لدينك بما تشاء. يمكن ما يكون حرام، لكن الواحد اللي راح في الشبهات يوشك أن يقع في المحرمات. هذا المثل الإمام ذاكره أنه سابقا ما كانت هاي الأقفاص اللي يخلون فيها الحيوانات المفترسة، فكانوا يحفرون في الأرض حفرة يسموها زريبة، يحفرون حفرة يخلون فيها أسد مثلا أو ضبع أو أي حيوان مفترس آخر،
فالناس يردون يشاهدون، مو مثل الآن تلفزيون أكو، ما أدري أفلام أكو، حديقة حيوان أكو، الناس بعد يتعرفون متعرفين على صور الحيوانات وشايفيها، كل بحياته ما شايف مثلا أسد أو كذا، فيحبون يشوفون هذه الحيوانات. فأكو حما، عندنا في بعض الروايات أنه واحد مثلا كان واقف في حافة الزريبة فزلق اتعلق بشخص ثاني، الشخص الثاني هم جروية، والثاني علق بالشخص الثالث، والثالث بالرابع، وكلهم سقطوا في زريبة الأسد، والأسد افترسهم كلهم الأربعة. فيجون عند أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يسألوه عن الدية. الأول خهدر راح لأنه هو زلق، بس الثاني ليش قتل؟ لأن الأول تمسك به، فالأول مقصر. فمسألة أكو في الدية تفصيل بيها، من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه، شوية بعيد كان ما كان يوقع به. الشبهات كذلك، فإذا ترك هذه المعصية وتلك المعصية وذيك المعصية وهاي الشبهة وذيك الشبهة، وما قام يسوي نفسه يخدع نفسه، بعض الأحيان الإنسان يحاول أن يخدع نفسه، وبالتدريج هذه النفس تروض، وهذا الترويض يحتاج يكون مستمر. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: ولكن نفسي أروضها بالتقوى، من الرياضة يعني أعلمها، وهذا يحتاج طول الحياة. شايفين ذول الرياضيين الكبار، هذا الشخص الرياضي ما تشوفه أنه هالشكل صاير النفر الأول في مسابقات العالمية، هذا طول السنة عنده تمارين، تمارين شاقة جدا، وإشراف طبي وإشراف كذا وكذا وكذا. عندما تصير مثلا فد إجازة شهر شهريًا مستوى ينزل، لازم مرة ثانية يعود، لأن الجسم إذا عودت على الراحة يعتاد عليها. الروح كذلك، ولكن نفسي أروضها بالتقوى. كذلك في الاجتماع، الإنسان كرجل دين أو بالتعبير الأصح كطالب علم أو كعالم دين، هذا يحتاج أن يكون مؤثر في المجتمع. لأنه الإنسان لماذا يدرس؟ لماذا يتعلم؟ يتعلم لنفسه أولا حتى هو يعمل، وشيء ثاني حتى يعلم. زين، إذا ما عنده تأثير في المجتمع حتى لو يكون عالم كبير، راح مستوى الاستفادة من علمه تكون قليلة. كيف هذا الإنسان يكون عنده وجاهة في الاجتماع حتى الاجتماع يقبل كلامه عندما تنصحه، عندما تأمره بالمعروف، عندما تنهى عن المنكر، عندما تعظه يسمع كلامك؟ ولازم يشوفك. فطول حياتك أنت عايش في هذا المجتمع بنزاهة، بصدق، بإخلاص، ظاهرك مثل باطنك، قولك مثل فعلك. زين، إذا هذا صار ذاك الوقت الاجتماع يعرفك أنت إنسان زين، يسمع كلامك. إذا فد واحد خدع المجتمع يوم يومية ثلاث أيام، لكن بعد ذلك يظهر. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: ما أضمر امرؤ شيئا إلا ظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه. والله سبحانه وتعالى جعل الدنيا هكذا، ماكو شيء يبقى سر، بس إذا يوميا ثلاث أيام بقى سر، إن خير أو شر ماكو فرق، يظهر بعد ذلك. فبناء على ذلك تريد تأثر بالمجتمع، لازم طول حياتك في هذا المجتمع تعيش بنزاهة، ذاك الوقت المجتمع يشوفك صادق، يسمع كلامك، مو فقط يسمع كلامك، مستعد حتى أن يضحي لأجل كلامك. فبناء على ذلك احنا لازم نعلم انه التراكم في كل شيء، الدقائق الثواني هي مؤثرة في العلم، في التقوى، في التأثير في المجتمع وفي كل شيء. ذول التجار الكبار اذا تشوفوهم، ما علينا بالحرامية اللي بالسرقة وصلوا الى اموال كبيرة، لا، التاجر الكبير اللي هو صار تاجر، اذا تشوفون حياتهم لا تتصور أنه عايشين في راحة ورفاه، لا، ذول طول وقتهم يركضون، يسافرون، يقلل نومه، يقلل ملذاته، كذا كذا،
وبعض الأحيان أشوف تاجر واحد باليوم 18 ساعة يشتغل يركض لتجارته شوية 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 يصير تاجر. وهكذا في بقية الأمور. أنت لا تشوف هذا الياباني الآن اختراعات غزت العالم والناس يدورون الجنس الياباني الأصلي، مو من فراغ صاير، الله يحبهم ما يحبنا مثلا، هم على دين الحق وإحنا على دين باطل، وبالعكس. السبب في ذلك أن هذا الياباني الموظف مالته باليوم 8 ساعات يشتغل، وثمان ساعات يشتغل ثمان ساعات زين، وبعض الأحيان أكثر من 8 يشتغل، اللي حتى صدروا قرار أنه ممنوع أكثر من 8 ساعات لأنه هذا يأثر على صحة الموظف. بس تعال الموظف عندنا باليوم كم ساعة يشتغل؟ في إحدى دول الخليج كان إحصائية أنه باليوم 3 دقائق يشتغل الموظف هناك، 3 دقائق بس، البقية شنو؟ إما ساعة متأخر وساعة أسرع طالع، ونص الوقت مقضي بالسوالف والقعدة وكذا وكذا وكذا. خو طبيعي ذاك يشتغل 8 ساعات أنت تشتغل 3 دقائق وذاك يتقدم عليك. البارحة كنت أقرأ إحصاء وتقرير حول جائزة نوبل، جائزة العالمية المعروفة. هسه جائزة نوبل للسلام هاي سياسية، وجائزة نوبل للأدب هاي هم تتدخل بها السياسة، لكن قسم منها جائزة نوبل للاختراعات الاكتشافات في الفيزياء في الكيمياء مثلا في أمثال هذه الأمور. خلال حوالي 120 سنة كم يهودي نالوا من هذه الجائزة العلمية؟ أكثر من 100 واحد. كم مسلم؟ ولا واحد. هي قضية مو أنه عداء للإسلام وحب لليهود، لا، بس أنت عيف جائزة نوبل للسلام وعيف للآداب، أصلا كل جائزة نوبل عيفها. الآن المخترعين كم واحد فيهم مسلم؟ ماكو، نادر جدا. كم واحد فيهم يهودي؟ كثير. السبب شنو هو؟ السبب أن هذا اليهودي على باطله يروح يتعب في مجاله، هسه هدفه مو لله، هدفه للشيطنة، هدفه لأي شيء، لكن إذا تعب يوصل إلى نتيجة. وإحنا نريد أنه بالرفاه نوصل إلى كل شيء، ما نوصل. الآن علماءنا الكبار إذا تشوفه اقرأ تاريخه تشوف أنه كان دائم العلم والتعلم إلى أن وصل إلى هاي النتيجة. هسه أنا إذا أريد بدون تعب وبدون علم أوصل إلى هذه الدرجة ما يصير. أحد العلماء في كربلاء كان يقول أنه إحنا كثير منا نتوقع أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يحشرنا مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بدون عمل. يقول الله سبحانه وتعالى إذا يريد يحشرنا مع أهل البيت هذه إهانة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يمثل مثال ذاك العالم، كان يمثل مثال يقول إذا أنتم سويتوا دعوة وفصلة ودعيتوا في هذه الدعوة وجهاء البلد ومديتوا السفرة بجانب من السفرة، أجلكم الله أجلكم الله، جبتوا فتح حمار وخليتوا قدامه علف، إذا قلتوا لذول المدعوين أنه هذا الحمار اللي على السفرة هو ما دا يأذيكم ولا أنه دا يمد إيده ورجله إلى طعامكم ودا يأكل طعامه على كتر من هاي السفرة، هذا كلام مقبول لو إهانة لهؤلاء؟ إهانة لهم. إذا احنا نريد نشوف النسبة كلام ذاك العالم يقول النسبة بين عصاة المسلمين وبين هذه القضية، النسبة بينهم وبين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أكثر بكثير من النسبة بين هذا الحمار وذول الوجهاء. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء، ونعتذر من التطويل. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا
العقول إذا أنار طريقها